مرحبا يا اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. هذا الفيديو مثل ما شفتوا بالعنوان رح نحكي عن محل انا بعشقه. يعني انا ما بتسوق كتير اشياء حوالين البيت ما بجيبها غير من هذا المحل، هو الدولار ستور او المحل تبع الدولار يلي كان بدولار هلا صار يعني من فترة قليلة صار كل قطعة عنده بدال دولار دولار و25 سنت. بس مع هيك في كتير شغلات ممكن تلاقوها بهذا المحل باسعار كتير ارخص من انه تشتروها من برا. هلا حتشوفوا معي لانه لقيت انا اغراض بتجنن صراحه. رحت من فتره من كم يوم يعني انه بس بدي اجيب كم قطعه لازمتني ولقيت عندهم شغلات كتير حلوه، فحبيت اعملكم اياه فيديو. وكمان بنفس الوقت حصورلكم كتير شغلات حوالين البيت انا بستخدمها وبتساعدني كتير، وصراحه ما بجيبها غير من محل الدولار. فاللي حابب يشوف كل شيء يشوف انا شو اشتريت. طبعا اشتريت هدول الكيسين وكمان حفرجيكم اللي حوالين البيت. فاللي حابب يشوف كل شيء كمل الفيديو الاخير. بس قبل ما بلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا سبسكرايب القناه اللي هو الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، اعملوا لايك للفيديو واعملوا له شير اذا حبيتوا، وخبروني اذا انتم عندكم هيك محل بالدول بالبلد اللي انتم فيها شو بتشتروا منهم. كان عندنا بالشام بتذكر في محل اسمه كل قطعه ب 10 او 15 او 20 او هيك شيء يعني، كمان كنت حبه. بس سبحان الله الدولار ستري هون بامريكا هذا المحل بتلاقوا عنده كتير قصص وكتير شغلات هلا حتفاجئوا فيها. وبعد كل هذا الحكي يلا خلونا نبلش الفيديو. اللي جبتها من دولار تري هالمرة جبت هدولي الفريمز، هدول تبع الصور. شوفوا 8 ب10 حابة احطهم بالحمام وحط بقلب واطبع صور انا لإلهم، يعني لانه انا الحمام كل فترة وفترة بغير الديكوريشن، فهلا عاملة الديكوريشن لون اصفر، فحابة انا يكون الفريم دائما ابيض وعندي حيط فاضي كمان، فجبت اربعة مشان احط اربع صور اطارات جنب بعضهم وكل اطار في بقلبه صورة. شوفوا ما احلاهم، الكواليتي كتير كتير حلوة. هلا اذا كنت معلقتهم لبين ما ينزل هذا الفيديو بنزلكم الصورة، إذا لا بنزلكم إياه بفيديو تاني. المهم شوفوا كتير حبيتهم. خشبيات طبعا هدول بدكم تحطوهم بمكان ما بدكم تلمسوهم كتير لأنه يعني مو علن كتير تقال، بس إنه يعني خفاف نضاف، يعني هدول ما بينحطوا على الطاولة وكل فترة وفترة بدك تمسحي الغبرة وهيك لأنه ما لهم لهالدرجة متينين يعني. بس عندهم كتير موديلات، عندهم شي ذهبي شي فضي شي صغير وشي كبير، كتير كتير عندهم قصص حلوة بالفريمز. فهدول اول شي جبت هدول الاربعة. تاني شغلة جبت هدولي لأكلات زيزو. لما بطلع برات البيت كتير بحب احيانا يكون معي شغلات خفيفة، فهدولي الثلاثة انا صراحة من برلينغتون وهيك شي يعني الثلاثة يمكن شي 5-6 دولار، فانا جبت الثلاثة بدولار و25 سنت. طبعا هن بلاستيك لهيك انا ما اهتميت كتير، يعني انا بالعادة بحب استخدم الازاز اكتر، بس لانه هدولي بس لحتى اخدهم معي يعني باخد له فيهم فواكي كوكيز او اي شي تاني يعني هيك خفيف نظيف بدون ما اسخنهم، كتير حبيت الفكرة انه ثلاثة وكل واحد سايز، فهي كتير حلوة. كمان جبت له جرابات لذيذة من هنيك، حاطين كل اثنين بدولار. كتير حبيت النوعية تبعيتهم صراحة، اللي عم يشتريهم من برلينغتون عم يكونوا للعمره إله يعني لعمر قبل السنة عم يكونوا كتير صغار وعم يكشوا على الغسيل، فحبيت اني انا اجرب هدول قبل ما اجرب اشتري من مكان تاني، ولهلأ كتير حاببتهم وعم يجوا على رجله كتير كتير حلوين لابسهم لبس. وهون من تحت في له مثل هدول الشغلات اللي بتلزق على الارض مشان ما يزحط، هلأ هو لسه ما بيمشي بس انه يعني عم حطه شوي بالكريجة وهيك، فهدول كتير شغلة حلوة. في عندهم كتير شغلات للبيبي، انا طبعا ما اخدت شي لانه كل شي موجود عندي، بس كتير عندهم شغلات بتخص البيبي كتير مفيدة وكتير حلوة واسعارها رخيصة طبعا. هلا بعد هيك جبت هدول المقصين. طبعا دولار تري عندهم نوعين شغلات للمطبخ، عندهم هذا النوع انا كتير بحبه، اسمه I think مكارميك ما بعرف شلون بقولها بس هي الماركة، كتير بحبها. هدول المقصات يعني كتير بتضيع عندي وانا يعني بدي شي بالمطبخ شي بالغرفة شي لإلي شي لمحمد، فصراحة بحب كتير جيبه من دولار تري اللي جبته من اول ما تزوجت لهلأ لساعتني عم استخدمه. تخيل وصل له عندي 6 سنين لهلأ لساعتني عم استخدمه، بس يعني بدي ادور عليه كتير وقت وهيك، فجبت هدول الاثنين. عندهم منهم لون اسود كمان بس انا حبيت اللون الابيض لانه اللون الابيض الاحمر هيك يعني لون حلو كتير، بس مع اني ندمت على فكره يعني لو جبت لون اسود كان فيني انه فرق هذا لشي وهذا لشي. المهم هدول اثنين كتير مناح مقصاتهم تبع هاي الماركه. في عندهم ماركه تانية اتوقع هديك ماركه تبع دولار تري، بس انا ما حبيتها ابدا يعني بعد فتره شهرين ثلاثه انكسر المقص، فحبيت هاي الماركه اكثر.
جبت كمان هدول العلاقات للي بتسكروا فيهم الاكياس، مثلا كيس الشيبس ولا كيس اكل ولا اي شيء بتسكروا فيها. كمان هدول بحبهم من دولار تري، وعندهم كتير موديلات حلوه بالمحل. كمان بيكونوا اتوقع، لا مو اتوقع، اكيد ارخص من باقي المحلات ووالمارت. هلا جبت هدول الزبديتين، هدول الزبديتين بحسهم انا ما بعرف يعني، بس بحسهم كتير كتير مفيدين. هذا القياس كتير كتير حلو، اذا ممكن تخزنوا فيها شغلات، ممكن تاخدوها معكم شي مشوار، او ممكن مثلا هلا انا بكونه انا باكل سلطات كتير، فممكن تحددوا انه بدكم تاكلوا بس هي كميه السلطه. ونوعيتهم كتير حلوه وما بتنتزع، بيجي مع كل وحده غطا شوفوا، وبتسكر من كل الجهات، فكتير كتير حبيتها. طبعا ما بتنحط بالميكروويف، هي بتنحط مكتوب عليها انه بتنحط، بس انا ما بحطها لاني ما بحط البلاستيك بالميكروويف. سو هدول كتير بحبهم، وبحبهم انه من دولار تري، يعني كمان ارخص من انه تجيبوه من مكان تاني. كمان علب التخزين عندهم البلاستيك كتير كتير، عندهم موديلات شي طويل وشي قصير وشي مربع وشي صغير وشي كبير، يعني كل شي بدكم اياه بتلاقوه هنيك. بعد هيك جبت هدول الاشياء للمطبخ. طبعا انتم بتعرفوا انا عندي مطبخين، مطبخ فوق الكبير وهون المطبخ صغير. هلا صايره كثير عم بستخدمه لانه عم ساوي اكلات مثلا المساء، وعم ساوي اكل لذيذ وهيك، فكتير عم بستخدم مطبخ تحت. ومن قبل مجربه هدول المعالق تبع دولار تري اللي هي السيليكون، كتير كتير حبيتهم، وحبيت انه لقيت هدول الاثنين. وكمان لقيت هذا المضرب كمان بستخدمه كتير بالمطبخ عشان وقت اعمل اكل وهيك، فكتير عجبوني. هن صغار طبعا، حتى المعالق الكبيره يلي بتلاقوها عند دولار تري للاستخدام يعني الدائم كمان كتير منيحه. وكمان كاتينج بوردز صغيره، شوفوا هذا قطع على الخضره كتير صغيره، كمان مجربه من عندهم قبل مره، واحده لونها بيضة. هدول للمطبخ الصغير اللي عندي، بس حبيت هالمره اجيب واحده خشب لانه يعني تغيير يعني، فكتير حبيت انه نزلوا خشب، وخشبه كتير سميك وكتير حلو. كمان هذا اتوقع هي ماركه دولار تري اللي هي كوكينج كونسبت، اتوقع هي هي. الشغله الثانيه اللي انا جبتها، جبت هدول الصواني. شوفوا اول شيء جبت هي لل الكب كيكس الصغار. هلا حبلش ساوي له لذيذه شويه هيك شغلات بالفرن، فبحتاج صواني صغيره لحتى ما اشغل كل الفرن، خلاص بحطه بالاير فراير او بالفرن الصغير. فجبت هدول، مجربتهم من قبل وكتير كتير بحبهم صراحه، بحب انه مقاسهم صغير وعمليات لحتى اذا واحد بده يعمل شغله صغيره او شغله خفيفه. حتى جبت مثل هذا تبع اللي بيقولوا بريد بان، يعني اللي بيعمل فيه الخبز، او مثلا كيك ممكن تحطوا بقلبه فويل، مو فويل، بتحطوا بقلبه ورق زبده وبتساوي اللي بدكم اياه عليها. وهي كمان هذا السايز، وكتير صراحه سعرهم رخيص ومقاسهم صغير وللاستخدام اللي انا بدي اياه. طبعا هنا عندهم المقاس الكبير وكتير بحبها كمان، لانه انا صراحه هي بتتأحوط اذا ما بتستخدم ورق زبده. سو انا بستخدم دائما ورق زبده على اذا حطيتهم بهي الصينيه، ولا حتى اذا حطيت بالتيفال دائما بستخدم ورق الزبده تحت اي شيء بدي احطه بالفرن. سو كثير حبيتهم وكثير عمليات لانه مقاس صغير. في عندهم مقاسات كبيره. بس جبت كمان هذا المنخول، هذا اتوقع كمان كوكينج كونسبت، شايفين هي هي الماركه تبع هي تبع دولار تري. جبت هذا المنخول، كتير كمان بستخدمه بالكاكاو تبع القهوه، انه بكون ترشوا القهوه على الوش او اي شيء يعني، فكتير حبيته كمان، بس للاسف لونه مو حلو. يعني حاولت ادور لاقي الوان ثانيه بس ما لقيت. كان اخر شغله، لا مو اخر شغله، جبت هذا الملقط. كمان هذا الملقط كتير كتير بستخدمه، كمان يلي عندي بالمطبخ الفوق يعني اللي دائما بستخدمهم بشكل يومي، كمان من دولار تري، هن ملاقط كبيره. كمان جبت من عندهم مره حديد ومره جبت واحد احمر، وكمان صار لهم شي 5-6 سنين عندي ولهلا ما بستخدم غيرهم، يعني صراحه ما جربت اشتري شي ثاني، فجبت واحد صغير هيك اللي عندي هون للمطبخ التحت. جبت هدول السكاكين من ماركه دولار تري كمان، كمان هدول كتير مناح وكتير حدين بيكونوا، بيت انه لهم كل وحده بيت مخصص لها نفس اللون، فكتير مرتبين وكتير حلوين، وكملت الطقم عندي، عرفتوا يعني المعالق كملوا مع السكاكين. واخر شغله جبتها هي هاي القداحه، طبعا هي دائما بنحتاجها حوالين البيت، وانا بحب جيبها من دولار تري، كمان بحسها ارخص من اماكن ثانيه، يعني هدول شغلات اساسيات بس بتلاقوهم بدولار تري ارخص. وهيك بنكون خلصنا كل الاغراض الجديده اللي اشتريتها هاي المرة. هلا حفرجيكم الشغلات اللي انا شاريتها من قبل واللي دائما دائما بجيبها بس من دولار تري. اول شيء بجيب دائما الورد الصناعي، شوفوا دائما بعمل باقات حسب اللون البيت عندي، حسب او مثلا بالمطبخ بالحمام لما بدي احط ورد دائما بشتري الورد من عند دولار تري، وعلى فكره ما ببين ابدا اذا انتم بتنوعوا الوردات. شوفوا
في عندهم كتير انواع، يعني حتى هي الشتله هيك شتله بتكون هيك شكلها، هي من دولار تري وانا بنسي الباقه، فتقريبا الباقه بتكلفني شيء 5-6 دولار انكترت يعني. وحتى هي الفازه في عندهم فازات كتير حلوه كمان، هي الفازه من دولار تري، شايفين شو حلوه؟ كتير حلوه وكتير بتعطي شكل حلو بالبيت. اذا ما بدكم تشتروا مثلا او اذا انتم كتير بتغيروا، يعني انا كل كم شهر بغير لون الورد اللي عندي او بحط ورد جديد، فبحب كتير اجيبهم من دولار تري لانه كتير ارخص واوفر لي من انه اشتري فازات جديده، كونه الفازات شوي غاليه هون. اوكي، فهي شغله كتير حلوه. هدول انا شاريتهم من قبل من زمان كتير، يعني الصينيه من دولار تري هي الصينيه، وهدول القزاز كمان في عندهم كتير موديلات ل مثل هيك اطرميزات قزاز بتسكروا. حاطه انا شوفوا عامله هذا الشكل وحاطته بالحمام، مستحيل حيبين معكم انه هو من دولار تري اذا ما انا قلت، لانه القزاز تبعهم كتير سميك وكتير تقيل وكتير حلو وكتير مرتب كمان، والعلب كبيره، يعني الشغله الحلوه فيهم انه العلب كبيره، مو كل كم يوم بدك تغيريها، بتاخذ وقت كتير طويل لحتى تتغير. استخدمتها كمان من دولار تري، في منها لون فضي وفي منها لون ذهبي وكمان في منها مدور، كمان المدورة عندي ححاول لاقي لكم اياها، عندي لون فضي ولون ذهبي منها، بستخدمهم كتير بالديكوريشن او مثلا بديكور طاولات الاكل ولا هيك، او ممكن تستخدموه كصينية، بس حاليا انا مستخدمتهم بالحمام. كمان شغلة تانية ديكوريشن ممكن كتير تلاقوا حسب الفصل اللي انتو فيه، يعني هالسنة برمضان رحت انا واشتريت هدول الفوانيس الصغار من دولار تري، هنن بيستخدموهم هون الامريكان لبرا للجنينة وهيك، بس انا حجبتهم لحتى استخدمهم هون بالديكور تبعي. اذا شفتوا بديكورات رمضان بفيديو لما عملت ديكوريشن تبع رمضان استخدمت كتير من هدول، وهدول كلياتهم من دولار تري، وكمان عندهم كتير الوان، يعني عندهم لون ازرق لون اخضر. طبعا بتروحوا انتوا على حسب الفصل بتلاقوا ديكوريشن، يعني هلا اذا بتروحوا على دولار تري بتلاقوا ديكوريشن لفصل الصيف. شغله ثانيه حتفاجئوا اني انا بجيبها من دولار تري هي القزاز تبعهم، يعني كاسات القزاز تبعهم كتير 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 حلوه وكتير مرتبه وكتير ثقيله، والحلو فيها انه ممكن تاخذوا العدد اللي انتم بدكم اياه، ما في داعي تاخذوا ست. فمثلا انا بدي مثل هاي الكاسه للبوظه او مثلا كنت اعمل فيها سموزي ولا اعمل شغلات، كنت استخدم دائما كاسات دولار تري، ولهلا بستخدم دائما كاسات دولار تري لانه باخذ مثلا على العدد اللي انا بدي اياه. وكثير احيانا ممكن كثير تلاقوا عندهم صحون اللي انتم بدكم اياها وتشتروا انتم تطبقوا الطقم اللي انتم بدكم اياه بالالوان اللي انتم بدكم اياها، بس لازم دائما تروحوا حتى تشوفوا شو الالوان الموجوده. المهم هدول الكاسات كثير حلوين وقزازهم ثقيل، يعني حتى لو بدكم تقدموا فيهم ضيافه كثير قزازهم مرتب وحلو، يعني صراحه مستحيل يطلع حق هي دولار اذا بدكم تجيبوا مثلا طقم لانه القزاز تبعها كثير ثقيل، فكتير بحبهم. بعدها هي شغلة أساسية، طبعا مو هالمرة اشتريتها، أنا شاريتها من قبل، كمان عندهم منها كتير سايزات وكتير أشكال حلوة، هن هدول اللي بنظم فيهم دروج، هدول اللي أنا بستخدمهم للمطبخ، شوفوا مثلا هاي للمعالق حاططها. ليش بحبهم للمطبخ؟ لأنه في بقلبها مثل هيك مشان الأغراض ما تتزحلق، في بقلبها مثل السيليكون، كمان ممكن تستخدموها بأي شيء تاني، بس أنا حاليا مستخدمتها بأغراض المطبخ لأنه كتير كتير يعني طوال على قد طول دروجة المطبخ، فكتير بحبهم هدول. ممكن تستخدمون بالتياب، بس أنا التياب عندي الدرج كتير هيك عريض سو ما بستخدمه فيها، فبستخدم هدول بس بأغراض المطبخ. لترتيب لدروج المكياج بستخدم دائما 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 طول حياتي هدول المنظمات للدروج، عندهم هذا القياس وعندهم هذا القياس اللي بتحطوا فيه الاقلام، شوفوا هذا هو القياس، وعندهم قياس ثاني اللي هو هذا الكبير كمان. هدول الشغلات ببيعوا كل 3 قطع سوا، كل 3 قطع تقريبا بدولار و25 سنت، هلا كانت بدولار، هدول طبعا كلياتهم عندي من لما كانوا بدولار، كتير بحبهم وما بستغني عنهم ابدا. كتير حلوين انه بفوتوا بالدرج وفيكم توسعوا وتنظموا الدرج بالشكل اللي انتم بدكم اياه، فكمان هي نصيحه جيبوها من دولار تري لانه كمان ارخص بكتير من اماكن ثانيه. حتى هي للدروج التياب او دروج للبشاكير مثل ما كنتم شايفين انا حاطه بقلب هي بشاكير، هي من دولار تري، شوفوا شو حلوه وشو مرتبه، هن بلاستيك وفي عندهم كمان كثير موديلات واحجام كبيره وصغيره، فهي كثير بحبها النقشه تبعها، بس هلا هي مو دائما بتكون موجوده انتم حظكم، يعني كثير بحبها وبحب نقشتها وبحب انه بتسع بالدرج وبتسع كثير اغراض. كمان دروجة التياب ممكن تنظمون بالطريقه اللي انتم بدكم اياها، خصوصي مع اغراض البيبي كثير بتحتاجوا منظمات وشغلات تستخدموها لحتى ترتبوا كل شيء مكان.
اخر شغله رح نحكي عليها هن هدول القطع المساكات تبع المطبخ. طبعا كونه كتير بغير انا الوان ومره بستخدم هذا اللون ومره بستخدم هذا اللون فحيكون كتير غالي علي اني انا اجيبهم من اماكن تانية. هلا حتى لو هن مالهم هال كتير كواليتي عاليه بس كونه انا حستخدمهم كل واحده منهم شهرين ثلاث شهور ولا انكترت يعني اربع شهور فبجيبهم من هنيك. حتى بشكير اللي بحطه بالمطبخ دائما بجيبها من دولار تري لانه بحسها اوفر كونه انا بدي كتير بشكير وكمان بدي كتير الوان وكل ما بدي غير لون لازم نشتري طقم جديد فكتير بحبهم من دولار تري يعني. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. هذا كان كل شيء اليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا وان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. انا كتير استمتعت وانا عم صور لكم هذا الفيديو. كتير بحب هذا المحل وكتير بحب اشتري من عنده وكل ما حنجيب اغراض جديده حضل اشتري من عنده واكيد في انا متاكده في اغراض حوالين البيت تبعي كمان جاريتها من عنده ونسياني اعرضها بهذا الفيديو. المهم خبروني تحت انتم شو بتحبوا تشتروا من هدول المحلات واذا في هيك محل بالبلد اللي انتم فيه وشو اكثر شيء عجبكم من بهذا الفيديو شو اكثر منتج عجبكم وتفاجئتوا انه موجود بمحل الدولار او حقه دولار. اخر شيء بدي اقول لكم يا لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناه اللي هو الزر الاحمر تحت الفيديو وعملوا لايك للفيديو وعملوا له شير اذا حبيتوا. لا تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي حيكون باخر الفيديو وتحت بصندوق الوصف وراح يكونوا باول كومنت ان شاء الله. بحبكم كثير 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 وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.